أول ما بتتخرج بيبقى عندك أحلام كبيرة وطموحات عالية، بتبقى متخيل إنك هتبقى كده، بس في الواقع بتبقى كده. اتفضل يا أستاذ، خدت وقتك اللي بعده. لو عاوز تبدأ الستارت اب بتاعك وتبقى بيزنس مان قد الدنيا، في شوية عوامل لازم تحطهم في اعتبارك هم أساس أي مشروع ناجح. من أهم العوامل دي أو تعتبر هي جوهر النجاح ده هم الناس. لازم توفر الناس اللي معاك بيئة عمل مناسبة جدا، لأن هم أساس البرودكتيفيتي. وأي تأثير بالسلب أو خلل في الجنب ده اللي هم الناس يعني، أكيد أكيد هيبقى له تأثيره السلبي على شغلك ككل. وهنا بيجي دور موضوعنا الإرجونومكس. لو دورنا في الكتب هنلاقي إن تعريف الإرجونومكس is the study of people's efficiency in their working environment. الإرجونومكس بتشمل مواضيع كتير، بس إحنا هنركز النهاردة على الإرجونومكس ديزاين أو الإرجونومكس ورك بلايس. الموظفين بيضطروا يقعدوا لساعات طويلة قدام الكمبيوتر، واللي طبعا بيبقى له تأثيره السلبي على صحتهم، لأنهم بيعانوا من مشاكل كتير زي مثلا ألم الرقبة، الظهر، الكتف، ضعف في النظر، وأمراض تانية مزمنة زي الستريس والصداع وغيرها كتير، واللي طبعا برضو بدوره بيبقى له تأثير سلبي على الشغل ككل، واللي ممكن يوصل لحد خسائر كبيرة. وتجنبا لكل المشاكل اللي فاتت دي، هنا في شوية نصايح لازم تتأكد ان الموظفين بتوعك بيعملوهم خلال فترة شغلهم. واحد، طريقة الجلوس وشكل الكرسي. ظهرك مفروض مستقيم بزاوية 90. الكرسي لازم يبقى مريح، طوله مناسب لدرجة تسمح لك ان رجلك تبقى لمسة الارض ويكون ظهره مغطي ظهرك بالكامل. 2، adjust your keyboard. لازم وانت بتكتب ايدك تبقى بشكل افقي، الكيبورد يبقى بمستوى اقل من مستوى المكتب. 3، your monitor. علشان غالبا القعده قدام الكمبيوتر بتبقى فترات طويله، كان لازم نحافظ على نظرنا، على الاقل خلي المسافه بينك وبين الشاشه بطول دراعك، خفض الاضاءه والاحسن انها تبقى باللون الاصفر الباهت. 4، exercises. كل نص ساعة أو ساعة حاول إنك تعمل تمارين بسيطة استرتشات لجسمك، الظهر، الإيد، الرجل والرقبة. 5، cost saving solution. اصرف على راحتك ولا راحة الموظفين بتوعك، ده طبعا مش بس هيوفر عليك خسائر كتير، إنما هيجيب لك أرباح أكتر. الكلام ده مش بس قاصر على الموظفين، إنما كمان لو أنت طالب أو موظف حكومي أو فريلانسر أو بتعمل أي حاجة بتطلب منك القعدة فترة طويلة. أنجح شركات فهمت إن العامل البشري هو العمود الفقري للكائنات الضخمة دي، وفي سبيل توفير بيئة عمل مناسبة هنلاقيهم في بعض الأحيان بيستخدموا وسائل ممكن تبان لنا غريبة أو فيها مستوى عالي من الرفاهية. فعلى سبيل المثال مثلا جوجل، واللي بتوفر 3 وجبات يومية بالإضافة طبعا للرعاية الصحية الكاملة، غير إن مقر الشركة في أماكن الحلاقة، صالات جيم، حمامات سباحة. وفيسبوك مثلا هي كمان اللي وسعت برنامج الأجازات المدفوعة لشهور للموظفين اللي بيشتغلوا فترات كاملة، ده غير إن فودافون يو كي واللي بتوفر مساج للموظفين بتوعها خلال فترات العمل. ده كان على مستوى الشركات. أما على مستوى الدول فعندنا أستراليا، وهي تعتبر من أوائل الدول اللي فهمت أهمية الإرجونومكس وبدأت تطبقها على مستوى القطاع العام والخاص على حد سواء. مصر كمان بدأت تاخد أول خطوة على طريق التنفيذ دوت في القطاع الخاص. آخر حاجة عليها هنا هي إن العامل البشري أو المخلوقات البشرية هي أقوى حاجة خلقها ربنا مهما اتطورت التكنولوجيا. عشان كده لو عاوز توصل لفاكهة في الموضوع حقيقي أو ناسك واستقوى بيهم. وفي الآخر